حياكم الله مشاهدينا وأسعد الله أوقاتكم في كل مكان. تحية مميزة مني هبة جمال ومن طاقم عمل برنامج سيدتي لكل من انضم إلينا الآن على شاشة روتانا خليجية لمتابعة حلقة جديدة من برنامج سيدتي. مواضيع منوعة في حلقتنا لليوم، حنناقش موضوع يهم كل فتاة وهو طموح الفتيات وتأخر سن الزواج وزيادة طموح الفتيات واللي أحيانا بيكون بيسبب عائق للزواج. حنتعرف أيضا على الطرق الأنسب لتكسير الدهون في الجسم وآخر التقنيات بدون الجراحة. لكن في بداية الحلقة اسمحوا لي أمسي على زميلاتي في الرياض وجدة. مساء الخير خلود. يسعد مساك يا هبة ومساء كل من تابعنا عبر هذه الشاشة، شاشة روتانا خليجية. أهلا وسهلا بكم بهذه الحلقة الجديدة والمباشرة من برنامجكم اليومي المباشر سيدتي. مشاهدي الكرام، زميلتي هبة عرفتنا على فقراتها الشيقة في الإمارات، خليني أعرفكم على فقراتي هنا في جدة. في جدة اليوم حنتكلم على سيدة أعمال سعودية حولت مكتبها إلى لوحة تراثية حجازية 100%. وكمان عندنا فقرة ثانية بنتكلم فيها أو لنا لقاء طبعا خاص ومميز مع الشيخة نورة آل خليفة ومبادرتها في التدريب والتعليم، هذا بالإضافة لغير من الفقرات المتنوعة دائما والمختلفة بسيدتي. أذهب الآن وسريعا لزميلتي رنيم. يسعد مساك يا رنيم. شكرا لك خلود، مساء الخير ليكي والمشاهدين الكرام، كل متابعي سيدتي في كل مكان. اليوم من الرياض بنتعرف على كيفية التعامل مع الأولاد اللي تخصصوا في نقل أسرار البيت وإن كان من دون قصد. التفاصيل طبعا خلال الحلقة، لكن اسمحوا لي الآن أرجع إلى أبوظبي أمسي على هبة والجميع بالخير ونبدأ معهم فقرات سيدتي لليوم. مساء الخير هبة. مساء النور، شكرا رنيم. قبل ما نبدأ مشاهدينا أحب أذكركم بمتابعة حلقات البرنامج عبر زيارة صفحة اليوتيوب الظاهرة أمامكم، وطبعا تفاعلكم يهمنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك وحسابنا على تويتر وإنستغرام. أما الآن جولة سريعة على عناوين حلقتنا لليوم. في سيدة اليوم، الشيخة نورة آل خليفة تطلق مبادرة التدريب والتعليم. ثرثرة الأولاد في الطابور الصباحي تكشف أسرار الأهل. طالبة سعودية تبتكر قارئاً للنبات وحاسبة الجرع. سيدة أعمال سعودية تحول مكتبها إلى مجلس يحمل هوية جدة القديمة. طرق عصرية وفعالة لتكسير الدهون من الجسم. هذه طبعا كانت أبرز عناوين فقراتنا لليوم، وحنتابع مع أبرز الأخبار السعودية وحتطلعنا عليها زميلتي خلود. إليك خلود. شكرا لك يا هبة. بالفعل زي ما تفضلت وذكرت زميلتي هبة، احنا عندنا الآن جولة بأبرز أخبار المحلية السعودية، وحنبدأ بأول خبر لدينا لهذا اليوم واللي كان من صحيفة الحياة أو الوطن عفوا السعودية، وكان بعنوان النساء يكتسحن برنامج حافز صعوبة الحصول على العمل بنسبة 90%. طبعا تفاصيل هذا الخبر، كشف مدير عام صندوق التنمية تنمية الموارد البشرية إبراهيم المعيقل لصحيفة الوطن أن الصندوق سيصرف أول دفعة للمسجلين في حافز الشهر المقبل، مشيرا إلى أن 90% من المسجلين في البرنامج هم من الإناث. وأوضح المعيقل أن هدف بدأت بتطبيق منصة عليه الأنظمة لبرنامج حافز في حال رفض الباحث عن العمل العرض الوظيفي الثالث، إما أن يقبل بالوظيفة أو يستبعد من البرنامج أو برنامج دعم الباحثين عن عمل. وأضاف أن هدف بدأت بتطبيق تخفيض الإعانة المادية بحسب ارتكاب الباحث عن العمل من المخالفات المختلفة، وأكد أن عدم الالتزام في التدريب الإلكتروني والحضور للتدريب وعدم الحضور عند الطلب وعدم حضور اللقاءات والتوظيف وعدم حضور المقابلات الشخصية تعد من المخالفات التي ستحرم من الإعانة المادية أو تخفيضها بحسب مرات ارتكابها أو ارتكابه للمخالفة. يذكر أن هدف أطلق اليوم برنامج مكافأة الجدية للعمل، والذي يهدف إلى تحفيز الباحثين عن عمل من المسجلين في حافز أو في حافز عفوا لسرعة الالتحاق بالوظيفة والاستمرار فيها، حيث يمنحهم البرنامج مكافأة مالية بعد التحاقهم بالوظيفة واستمرارهم فيها تصل إلى 24,000 ريال. طبعا هذا الخبر جميل جدا للجديين وسيء جدا للكسولين قليلا، نحن نقول لهم بدورنا شدوا حيلكم يا شباب ويا شابات. خلينا ننتقل لخبرنا الثاني واللي جاء من صحيفة الحياة، وكان بعنوان الرياض هلع في التأهيل الشامل للإناث بعد إصابة و14 اشتباها بالدرن. تفاصيل هذا الخبر،
كشف مصدر مطلع لصحيفة الحياة أن مركز التأهيل الشامل للإناث في الرياض أجرى فحصا طبيا على 17 موظفة إثر اشتباه بوجود إصابات بالدرن داخل المركز. وأشار المصدر إلى اكتشاف 14 إصابة ممن خضعنا للكشف، مؤكدا نقل إحدى المقيمات العاملات في المركز إلى مجمع الملك سعود الطبي في حالة صحية حرجة. وأوضح المصدر أن المركز يفتقر إلى إدارة الأزمات، وفضلا عن أن العاملات في التأهيل الشامل لا يعرفن كيفية التعامل مع المرضى وكيف يتم احتواء الموقف وعزل بقية الموظفات غير المصابات وكشف 3 حالات إصابات بفيروس كورونا للممرضات لم تعلن. احنا طبعا نتمنى من كل هذه الأوبئة وكل هذه الأمراض تختفي، ونتمنى من الجميع ان هم يتوقوا يتوخوا الحذر، يبعدوا عن اي شيء ممكن يجيب لهم اي مرض. احنا حننتقل لخبرنا الثالث واللي جاء من صحيفة الوطن ايضا بعنوان الشورى يدعم رفع سن التقاعد الى 62 عام. وفي التفاصيل، بفارق 3 أصوات صوتت غالبية أعضاء مجلس الشورى بالموافقة على رفع سن التقاعد إلى 62 عاما، حيث رأى عدد من المؤيدين للدراسة المقترحة أن سن التقاعد الحالي لا يتوافق مع ما وصل إليه مستوى الرعاية الطبية والاجتماعية التي يحظى بها المواطن السعودي، والتي أدت إلى ارتفاع متوسط الأعمار، ارتفاع يتطلب دراسة السن الحالي للتقاعد، فيما ركز المعارضون على ضرورة انتظار المجلس لحين إحالة مشروع نظامي التقاعد المدني والعسكري اللذين يخضعان لدراسة لدى الجهات المختصة، مشيرين إلى أن الموظف لا يجب أن يدفع ثمن عجز مؤسسة التقاعد المالي، كما أكدوا أن رفع سن التقاعد سيؤثر على القوى العاملة الشابة وسيصعب من فرصها في الحصول على العمل. يعني الجهتين مؤيد ومعارض، الاثنين عندهم وجهة نظر مو سيئة. خلينا ننتقل لخبرنا الرابع واللي كان من صحيفة سبق بعنوان بالصور المعلمات في جازان يصلن لمدرستهن سيرا على الأقدام. وفي تفاصيل هذا الخبر، قررت معلمات جازان مواصلة مشوارهن إلى مدرستهن صباح أمس الاثنين سيرا، بعد أن علقت السيارة التي تقلهن بإحدى المرتفعات الجبلية والذي يعد من أخطر الطرق وأشدها وعورة. ونشرت صحيفة سبق مجموعة من الصور التي تثبت معاناة معلمات مدرسة لحج القلاع بجبال قيس بشكل يومي أثناء دوامهن وعودتهن من المدارس. وأشارت المصادر إلى أن السيارة التي تنقل هؤلاء المعلمات تابعة لإدارة تعليم جازان، والسبب في توقفها يعود إلى تغيير السائق بآخر ليس له خبرة في القيادة بمثل هذه الطرق الوعرة. يعني معاناة المدرسات الله يعينهم، إحنا ظهرت الصور عندنا على الشاشة، شيء مؤسف. الطرق وعرة ومسافات بعيدة، وفوق ذا كله كمان سائق ما يعرف يسوق بالطرق الوعرة هذه. يعني هذا بيؤدي كمان لحوادث ومأساة أخرى ومعاناة أخرى نسمعها في الصحف ووسائل الإعلام. عموما إحنا ما نتمنى إلا السلامة للجميع، وكانت هذه أبرز أخبار السعودية لهذا اليوم. فاصل قصير ونواصل باقي فقرات سيدتي، خليكم معنا. مجلة سيدتي لكل امرأة تريد أن تجدد أنوثتها، شخصيتها وأيامها. سيدتي، عالمك في مجلة. سيدتي نت، معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. سيدتي وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة. متفوقة معها والطموحة معها، أنت السعيدة معها، الرابحة معها، معها أنت الشابة الدائمة. سيدتي، سيدة المجلات العربية. في سيدتي بعد الفاصل، سيدة أعمال سعودية تحول مكتبها إلى مجلس يحمل هوية جدة القديمة.